والسادة فرقة طبرق الموسيقية من استراليا من إحدى قارات العالم مرفوقة بفرقة الزكرة من نيوزيلندا. Now we are seeing Tobruk musician band from Australia accompanied by New Zealand band. Thank you. لا أريد أن يفوتكم أو أن لا تجدوا إجابة على سؤالكم الذي يدور في أذهانكم لماذا سميت بطبرق هذه الفرقة الأسترالية سميت بطبرق لأن أستراليا شاركت في الحرب العالمية الثانية على أرض جماهيريتنا الحبيبة وبالتالي اقتبس الاسم من مدينة طبرق مدينة ليبية معروفة You may ask why did they got this name Tobruk while it is a Libyan city just because Australia did participate in the second فرقة لاعبي الأعلام من إيطاليا This what so called the flags player from Italy
giving us a very beautiful show. Thank you very much. جاء دور الفرقة الموسيقية للقوات المسلحة المالطية